يسعد مساكم. هعمل معاكم خلطة الأكل الهندي زي ما وعدتكم. من الآخر هستغلها بكرة الصبح عند الفطار وبعمل منها بإذن الله مصالة البيت. يسعد مساكم. هعمل معاكم خلطة الأكل الهندي زي ما وعدتكم. من الآخر هستغلها بكرة الصبح عند الفطار وبعمل منها بإذن الله مصالة البيت. ده حوالي 5 حبات بصل فرمتهم زي ما انتم شايفين كده كبير، مش مشكلة لأن كلها بتطحن في النهاية. وطبعا أساس الأكل الهندي التوم والزنجبيل، ودي علبة من الطماطم بدل ما أقعد أفرم طماطم ساعة، و3 علب روب وعلبة صلصة هتعطيكي نكهة مختلفة. عشان كده هسيبها بدون أي بهارات، هعمل البيس بس والبصل، هحط حوالي نص كوب من الزيت وهحبس البصل كده لحد ما لونه يتغير. اللون ده بيقوي نكهة الأكل الهندي كمان، فمش عايز أزود أكتر من كده. هضيف دلوقتي التوم وأضيف كمان الزنجبيل، هضيف الزنجبيل معلقة كبيرة، خليني اخدها كده. ده معجون الزنجبيل واحمسها لحد ما تطلع الريحة. الريحة ما شاء الله. هضيف دلوقتي علبة الطماطم واضيف الصلصة واحمسهم مع بعض شوية، تمام حسب نوع الإدام. حط البهارات الصحيحة مع الأكل الهندي والفلفل الحار وخلاص، مش أكتر من كده. خليها تتحمس مظبوط، حمس الضمير ده تمام. دلوقتي هضيف عليها 3 علب من الزبادي. طبعا خلي النار خفيفة جدا، الزبادي مش هتنزل علشان ما تفسدش الزبادي. خلوني اضيفهم طالما هم معصلجين كده، اضيفهم كده واقلبهم وخليه على نار خفيفة يتسبك شوية وبعدين اجي اطحن. لازم النار تكون خفيفة عشان الزبادي ما يقطعش ولا يفصل. فين كده بقيت تمام. دلوقتي شيلها من على النار واهرسها بخلاط الشوربة، او لو ما عندكيش خلاط شوربة خليها لما تبرد واضربيها بخلاط العصير عادي. رجعتها على النار تاخد كمان غلوة، هطفي عنها النار، هنخليها لحد ما تبرد تماما وبعد كده هنفرزها. وقت ما تحبي تستخدميها تطلعيها من الفريزر وتفكيها تحمسي لو عندك روبيان، دجاج، لحم مسلوق، فيليه سمك، او اي شيء انت عايز تعمله منه اي ادام هندي، هتاخديه وتحمسيه وتحط معاه البهارات الصحيحة، تحط عليه الصوص ده وتحط عليه اي نوع بهارات انت عاوزاه، برياني، مصالة، بهارات هندية مشكلة، أي بهارات تحبيها تبقى جاهزة للاستخدام. حتى لو عايز تعملي برياني مثلا مع الرز أو شيء، نفس الطريقة هتاخدي منها وتحمسي وتكملي باقي وصفة البرياني عادي جدا. يعني ده خلاص جاهز عندك، مش محتاجة غير إنك تضيفيه وخلاص. واغليها وبعدين اضيف لها بيض مسلوق. البيض عملت فيه فتحات زي ما انتم شايفين كده، وشوية جبنة موتزاريلا، وتبقي خلصتي وصفة في ثواني. فين دفت البيض؟ هضيف شوية جبنة
جاهز. طبعا دي المسقعه بتاعه الفطار او اللي هي بتتاكل مع الفول والفلافل والحاجات دي، بتبقى بس خلاص. وهي دي اتبنى